أول وصفة هنعملها هي وصفة تقليدية جداً من المطبخ الفرنسي اللي هي شوربة البصل. يفضل استخدام البصل الأحمر هنا عشان الطعم ما يبقاش حاد ويبقى فيه تسكيرة لطيفة. فعندنا بصل أحمر كتير متقطع شرايح رفيعة، عندنا عسل أسود ممكن يبقى أسفة، عندنا سكر بني ممكن يبقى عسل أسود، عندنا رشة زعتر وملح وفلفل وزبدة، وعندنا كمان شوية من الكريمة، جبنة، عيش باجيت محمص، وعندنا إيه تاني، عندنا شوية من الصويا صوص عشان يظبطوا معانا اللون. هنعمل إيه؟ أول حاجة أنا سخنت طبعا الحلة من قبل ما أبدأ. أول حاجة هنزلها هتكون البصل مش الزبدة، لأن أنا هنا مش عايزة الزبدة تتحروق معايا، تمام؟ فعايزة أنزل البصل الأول، بسم الله، وعشان أخرج من البصل ميته بسهولة أو بسرعة هديله رشة من الملح، مش كتير لأن هحط صويا صوص، رشة من الزعتر للنكهة. زي ما بنقول كده البصل يعرق ويبتدي يطرى، بعد كده نبتدي نضيف باقي الإضافات. أنا دلوقتي على نار عالية، لكن في مرحلة معينة هسويتش للنار الهادية علشان أنا مش عايزة البصل ده يتحول لبصل كشري. أنا دلوقتي بعرف منين إن أنا يعني عايزة أبتدي أخش في المرحلة اللي بعدها. أنتوا هتلاحظوا دلوقتي أنا كنت حاطة البصل عالي قوي، لو لاحظتوا نزل تقريبا الربع، يعني تقريبا الربع، أنا عايزة ينزل النص، يعني ارتفاع البصل ده ينزل لنص الارتفاع اللي احنا بدأنا بيه، كده أعرف إن البصل بدأ يخرج ميته وبدأ يدبل. عشان أساعده هحط الغطا على نار عالية برضو، لسه هحط الغطا لمدة دقايق. أنا جبت العيش عملت أول خطوة اللي هي شوية من الزبدة ملح وفلفل ودخلته الفرن. بعد كده التحميصة الأولانية خلصت، بعد كده هقوم جايبة أي نوع جبنة صفرة بيسيح، تشيدر، اسمها ايه دي، فلامنك، اي نوع بيسيح ويكون طعمه حلو. التحكم في درجه الحراره والتكنيك مهم قوي. كل الميه اللي نازله دي اللي هتحول لي البصل لبصل طري مش بصل محمر، فعشان كده التغطيه هنا مهمه جدا. بصوا اللون، انا لسه ما اضفتش اي حاجه، بدا اللون يتغير، نزل للنص كميه البصل، بدا البصل يبقى طري خالص زي ما انتوا شايفين كده. هقوم بقى في المرحلة دي موسعة لنفسي، هنزل الزبدة، هنزل السكر البني، هنزل الصويا صوص، هقلب كله مع بعضه. لسه مش هوطي النار دلوقتي، لسه النار عالية، هغطي وهسيبه على نار عالية. أول ما يبتدي يشد حيله والحرارة تبتدي تعلى، ده الوقت بقى اللي هوطي فيه وأسيبه على نار هادية لحد ما يبقى كريمي خالص 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 قبل إضافة الشوربة والكريمة. طبعا الشوربة هنا ممكن تبقى شوربة خضار، شوربة فراخ، شوربة لحمة، ممكن تبقى مية سخنة، مفيش مشكلة خالص. هنا بقى هاجي احط الجبنة على قطع العيش بالشكل ده كده، هندخل ده الفرن ونطلع فاصل. بس خليني ابص على البصل بصة اخيرة قبل ما نطلع فاصل عشان نشوف هل ده الوقت اللي هنحط فيه السائل ولا لسه. لا لسه، لسه ما وصلش للمرحلة اللي انا عايزاها، النار واطية بدون اي اضافات خالص خالص، وهغطي عليه وهسيبه يرجع تاني يغلي مع بعضه اكتر. بعد ما اوصل للمرحلة اللي انا عايزاها هبتدي اديله السائل. تمام، هنا البصل جاهز، هننزل عليه الشوربة او المية، الله، وهننزل عليه نص كوباية كريمة اختيارية، في ناس ما بتحطهاش لشوربة البصل بس انا بحبها الصراحة تبقى كريمي كده ولذيذة. شايفين اللون؟ حاجة رائعة.
هغطيها وهسيبها تغلي غلوتين ثلاثة وشكرا، الموضوع انتهى خلاص كده.